مشاهدي فضائية العراق التربوية، أعزائنا الطلبة، إليكم جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والدراسة الكردية والتركمانية للعام الدراسي 2013-2014 الدور الأول. الاثنين للثاني من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية التربية الإسلامية، الدراسة التركمانية التربية الإسلامية، الدراسة الكردية التربية الإسلامية واللغة العربية. الخميس للخامس من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية اللغة العربية، الدراسة التركمانية اللغة العربية، الدراسة الكردية اللغة الكردية. السبت للسابع من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية الرياضيات، الدراسة التركمانية الرياضيات، الدراسة الكردية الرياضيات. الاثنين للتاسع من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية الاجتماعيات، الدراسة التركمانية الاجتماعيات، الدراسة الكردية الاجتماعيات. الثلاثاء للسابع عشر من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية اللغة الإنجليزية، الدراسة التركمانية اللغة الإنجليزية، الدراسة الكردية اللغة الإنجليزية. الخميس للتاسع عشر من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية الإنسان وصحته، الدراسة التركمانية الإنسان وصحته، الدراسة الكردية الإنسان وصحته. السبت للحادي والعشرين من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية الكيمياء، الدراسة التركمانية الكيمياء، الدراسة الكردية الكيمياء. الثلاثاء للرابع والعشرين من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية الفيزياء، الدراسة التركمانية الفيزياء، الدراسة الكردية الفيزياء. الخميس للسادس والعشرين من الشهر السادس 2014 الدراسة العربية اللغات الأجنبية، فرنسية، إسبانية، روسية، الدراسة التركمانية اللغة التركمانية. ملاحظات: أولا، إذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلى. ثانيا، يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي داخل العراق، أما خارج العراق فيكون الامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت مدينة بغداد المحلي.